احنا هاي منطقة زرباط يسمونها اي احنا عندنا ضرر دائما نعاني من الزود يصير هنا ويجرف لنا هاي الغام هنا اي وتأذينا تأذينا بها انا واحد من الناس ابني راح بها بالألغام تأذينا بالألغام تأذينا بها يعني هواي هواي تأذت عالم بالحلال تأذى بالزرع تأذى وكل كل جهه ما اجتنا وساعدتنا من هذه هاي ابد ولحد اليوم لحد هذه الساعه. اي وانتم بعد الراي رايكم. لا هو بالحلال وهذا يندفن هذا سنه عن سنه ترابه هذا يندفن زود يجي زود من هاي التيول هاي من هاي هاي الاجبال هذا يندفن هذا سنه عن سنه يقوم ما يبين، هسه هذا صاروخ هذا وراك هذا صاروخ باوله ها هذا صاروخ وراك هذا يظل سنه سنتين يندفن يجي غير واحد يدوس عليه ينفجر عليه. وتأذينا حيل تأذينا وكل جهة ما أجتنا أبد وساعدتنا من هالألغام هذه أبد بالكراب نشوف يطق على كاروبات بالحصاد يطق وكل معاناة يعني حيل حيل نعاني من هاي الألغام وكل جهة ما أجتنا أجتنا فرسانة هنا فوج من تلم الألغام ما لما تيجي يطلعون لهم ساعة ساعتين يعني يردوا كل فايدة ماكو هذه على الحدود احنا وبيننا وبين ايران اي هاي حقول قديمه بيام الحروب يصير زود يجرفها لعد الاراضي الزراعيه ولعد المراعي الطبيعيه للحلال هذا ابو الحلال ابو الزرع هذا يندفي يصير فوق دهله ما يبين اي ما يبين هذا يدوس عليه انفجر عليه وتاذت هواي عالم هواي بالحلال وبالزرع هواي تاذت عندنا بينا بالعشره بالعشرة بيهم تأذى بالحلال تأذينا وعندك هذه قرانة هذه دهنوك عندنا هواي بيها هم كلها بالحلال احنا أرض حدودية هنا والألغام غريبة علينا ايه نتأذينا بيها أنا قلت لك ابني راح بالحلال قبل سنتين ونص تقريبا هاي فوق مزرباطية انفجر علي اللغو والله هاي الغرة احنا هاي بيت بستان عندنا عندك هاي منطقة هسه منطقه الطعان هي كرها كلها كلها ارض زراعيه وكلها ارض مراعيه للحلال للحلالي واللي نزرعها كلها الغام هسه تروح تشوفها حقول كلها الغام بس ماكو جهه اللي ونظفتها ماكو واحد يجينا ابد شو لازم اول لازم الدوله احنا شو نسوي؟ المدني شو يسوي؟ روح يشيل نظف الحقل لا دوله تطلع عليها مثيل لجان تشيل هاي الغام من العالم هاي الحدوديه شريط هاي الحدوديه كلها كلها الغام ما تاذينا بها حيل تاذينا بها حكومة الناشد ما ندري من يجيك هم يجيك وماكو يجيك وماكو اي واشتكينا نوبتين وهذه ما فاد مدير ناحيه هم رحنا له واشتكى وراح للمحافظه وما شو ما كل حل ماكو اي قل لك هو هذا شريط حدودي كله الغام شو اسوي يعني شو اسوي له بسم الله الرحمن الرحيم. ناحيه الزرباطيه وبسبب ظروف حرب الثمان سنوات تحولت الى ساحه عمليات حربيه وعلى اثر هاي المعارك اللي دامت لمده ثمان سنوات تم زراعه حقول الغام واسعه بين القطاعات المتحاربه. وبعد انتهاء المعارك بقيت هذه الحقول في اماكنها وتعرضت الى العبث والى تدخل غير العسكريين في هاي الحقول في سنوات التسعينات وما بعدها ولحد الان وجرت العديد من المحاولات الرسميه من قبل مديريه ناحيه زرباطيه والمجلس المحلي في ناحيه زرباطيه منذ 2004 ولحد الان لغرض رفع هذه الحقول وتخليص الناس وممتلكاتهم وثرواتهم الحيوانيه وحقولهم الزراعيه من الاثار السلبيه لهذه الالغام. وايضا العراق من الجهه الحكوميه وقع على اتفاقيه اوتاوا في عام 2008 وعلى اساسها كان المفروض العراق يصبح خاليا من الالغام بحدود 2018 ولكن لحد الان ايضا ماكو اي جهد دولي دخل المدينه. وساهم في عمليات رفع هذه الألغام باستثناء منظمة عراقية واحدة هي منظمة العراقية لرفع الألغام آمكو اللي عملت بإشراف دائرة شؤون الألغام في وزارة البيئة وكان واجبها رفع المقذوفات الحربية الغير منفلقة والمخلفات الحربية ولم يكن واجبها رفع حقول الألغام وبقيت هذه الحالة لحد الآن وبذلنا الكثير من الجهود والمساعي ولكن لحد الان لم نصل الى اي نتيجه ايجابيه في رفع هذه الالغام. آه هذه الالغام اثرت على الناس على المزارعين على الفلاحين تعرضوا لاصابات كثيره وعلى اثرها عندنا حوالي 25 شهيد وحوالي 30 شخص من المعوقين والمجروحين بسبب هذه الالغام. وهؤلاء الناس تعرضوا الى بتر في الكفوف وبتر في الاقدام. وتأثير على البصر فقدوا بصرهم أيضا العديد من عدهم وأيضا أثرت الألغام على الحيوانات على الرعاة ورعي الحيوانات وهناك الكثير من الحالات صارت نفوق الحيوانات بسبب الألغام أيضا هاي الألغام تأثر على حالة إعادة بناء وتأهيل زرباطية زرباطية الآن كل أهلها نازحين لا زالوا لحد الآن نازحين في بغداد وفي المحافظات الأخرى بالوقت اللي المناطق الغربية أخواننا تعرضوا إلى النزوح وخلال سنتين أو ثلاثة أو أربعة حلوا أزمتهم إحنا اليوم أربعين سنة وأهالي زرباطية نازحين والحكومة لا تفكر بإعادة هذه هؤلاء الناس إلى أماكنهم وإلى أراضيهم وإلى ممتلكاتهم الزراعية نأمل من الحكومة أن تلتفت إلى هذه الناحية وأن تساهم في رفع هذه الألغام لأنه حتى إعادة إعمار وتأهيل زرباطية يتوقف جانب كبير منه على رفع هذه الألغام أكثر الأعمال العمرانية والتطويرية للناحية تتوقف بسبب وجود الألغام وتمتنع يمتنعون المقاولين والعاملين من تنفيذ أي مشروع في هذه المناطق خوفا من الألغام لأنها تهدد حياتهم وبالتالي فهم معذورين ولهذا شوف حركة الإعمار في الناحية بطيئة وما تتطور وعندنا مناطق سياحية يأمها الكثير من الأسر العراقية الواسطية ومن المحافظات الأخرى الكريمة هذه الأسر تأتي لتقضي أيام الربيع في ناحية الزرباطية وأيضا إحنا في هذه الأيام ندخل انذار ونحشد الكثير من القطاعات الأمنية والأجهزة الأمنية في سبيل عدم وصول الناس إلى الأماكن الخطرة وبالتالي لا نتمكن من ايصال الناس الى الاماكن السياحيه الجيده لكي يتمتعوا بهذه المناطق املنا ايضا لا يزال قائم على ان ياتي اليوم الذي نجد فيه ناحيه الزرباطيه وبقيه المناطق الحدوديه خاليه من الالغام الان هسه انا قمت بعت الحلال مالتي بحته وجاء فتحت لي محل وتدري هنا المحل قريه صغيره وما يمشي والآن الاراضي كلها حقول وعندنا ضحايا اكثر من واحد انفجر عليهم القام وتوفوا بسبب الارض الارض كلها حقول وصواريخ متروسه والدوله لحد الان ما هاي المخلفات من هاي الاراضي واحنا نتبع العشب الزرع يعني والزرع الان هي كل ارض مخلفات الحرب والحد الان الدوله ما اجت شالت هاي المخلفات او الالغام او شيء فانطرينا اكثريا ان نبيع الحلال مالنا ونقعد ليش نسوي يعني لو تروح يم الحقول او بالاراضي كل الاراضي هي حرب ثمان سنوات واي وكلها صواريخ وكلها القام وكل الارض هنا خطره ماكو ما ارض نظيفه او ما بيها حقول او ما بيها صواريخ واي كل الارض واحنا من هاي الباب بعنا الحلان مالنا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم انا راعي بالشياه مالتنا طق علي لغم بالجبل جارفة المي وانا ما اعرف فيه يعني كنت صغير انا مو ذاك يعني الكبر وطق علي لغم والله يدي وبطني ورجلي منه مصوب وحاجبي هذا من أنا وإبني هاي منا يجون بين فتره وفتره يجون مصورين بس ماكو يعني نتيجه وراهم هوايه كلش هوايه يعني هسه عندنا قرى هوايه متاذيه بيها بالحقول يعني احفادهم واحفاد احفادهم يعني هي بالحروب مخلفات صدام الحكومه ما تمشي بيها ما تمشي بيها يعني احنا نكيف يعني احنا بس باراضينا هي الحقول يعني من هاي والله يعني احنا كيف نتخلص من يمها تجي هندسه تجي تخلصنا من يمها والله عايشين بمرحله خطر يعني الحقول كلش غريبه علينا يعني احنا نناشد من الدوله تجي تسوي لنا تكنس لنا الارض زين الارض هاي كلها حقول يعني تخوف يعني من نحرث الارض مالتنا نلقى يعني ارقام بالقاع نلقاها يعني من هاي بسم الله الرحمن الرحيم اوضح للمشاهد الكريم ما هي واجبات الدفاع المدني فيما يخص المخلفات الحربيه عندنا نوعين من الواجبات النوع الاول احنا بالنسبه كمدير الدفاع المدني هو اختصاصنا معالجه الحرائق والانقاذ الواجب الاخر والمهم هو معالجه المخلفات الحربيه واتلافها احنا حقيقة كل المتساقطات الجوية من اختصاص مديريات الدفاع المدني في العراق. أما فيما يخص الألغام هذه من واجبات وزارة الدفاع الهندسة العسكرية. فيما يخص الشريط الحدودي اللي موجود المحاذي إلى محافظة واسط وخاصة منطقة زرباطية. اه حقيقة هذه المنطقة مع الشريط الحدودي مع إيران وجود حقول ألغام. سابقا كانت حقول الغام نظاميه حاليا اصبحت حقول الغام مبعثره نتيجه الظروف الجويه من انتهاء الحرب مع ايران ولحد هذه اللحظه. اثناء السيول واثناء انجراف هذه الالغام قد تسقط في نهر دجله و حقيقه مو فقط تسقط في نهر دجله قد تتبعثر الحدود الشريط المحاذي للجانب الإيراني إحنا لدينا تنسيق مع مديرية الموارد المائية فيما يخص الألغام المنجرفة الألغام المنجرفة في البوابات التي تهرب المياه إلى أنهار دجلة وضعنا بالتنسيق مع مديرية الموارد المائية مشبكات لمنع هذه الألغام ورفعها من قبل مديريتنا هل راح تسألني سؤال تقول لي ليش ترفعها وهي من اختصاص الهندسة, الهندسة؟ نعم ارفعها هنا اصبحت من المخلفات الحربيه. انا لا يحق لي انه اروح ارفع حق الالغام او ادخل في حق الالغام، هذا مو اختصاصي، اختصاص الهندسه العسكريه كما تحدثت سابقا، ولكن هذه الالغام اصبحت من المخلفات الحربيه بامكان مديريتنا او مفرقنا الجواله برفع المواد المتفجره مالتها وابطالها وتعتبر من المخلفات الحربيه واتلافها. نحن في وقت السياحه في زرباطيه واللي راح تبدا خلال الاسبوع القادم او بعده وجود حقول الغام لكن فرقنا الدفاع المدني قامت بتاشير هذه الحقول عن بعد واثناء السياحه تنتشر فرقنا وتمنع المواطن من الوصول لهذه الاماكن. احنا اللي يهمنا في هذا الموضوع هو اثناء سقوط الامطار الغزيره قد تنجرف هذه الألغام وسببنا لنا خسائر في الأرواح البشرية نعم وانا تصوبت بالغنم وسارح بالغنم وبالحقل طق عليه لغم وهالسيري سقط صار عندي شلل برجلي صار عندي شلل برجلي وهالقاعد بالبيت لا شغل ولا عمل لا حد جاينا ولا حد واصلنا ولا ابدا ما حد واصلنا شنو السبب؟ بقيت لك بالغنم ولا الغم هاي ارضنا كلها الغام هذا صدام زراعة وظل بعد ما حد شالها اراضينا كلها خربانة كلها ملاجئ وكلها سواتير وكلها وما عندنا ماي صواريخ هاي الارض كله الغام هاي كلها الغام هاي كلها هالشيء احنا هذو اولاد عمي اثنين هم معوقين وانا معوق وأخوي هم معوق كنا معوقين هنا ومدمرين واراضينا خربانه و ماكو ماي والله احنا هنا بينا حوالي 30 بيت هنا كذا زرباطي كلها زرباطي عموما كلها على الحدود شريط الحدود كلها مضرب ماكو تعويضات ماكو زين هاي بيوتنا راحت هسه احنا بنينا ردينا تالا وقت بنينا والله كم مره يجون هنا يكشفون عليها وداروا يوم وشا. لغم واحد ما, ما شاله الله محمد بعلي لغم واحد ما, ما شاله غير هم يجون يكشفون عليها يشيلونها ما شايلين لا لغوم ولا صاروخ ولا كل كل بكانا هاي ما... روح لليبل شوف ايش قد صواريخ هاي هاي كلها صواريخ والغام وهوس صايره واحنا هذا ضالين احنا بعدنا حلال نروح أصبر عليه نروح هذه زين ما تخافون على ولدكم ما حد شو نسوي عيشتنا احنا عشتنا هنا وين نروح؟ احنا اول نوبة بالحرب شردنا، رحنا شي راحت للكوز للعزيزيه وشي راحت هشك في الحرب رجعنا، هاي احنا بنيانا هذان هل... والله نطالب تعديل القيعان هاي الالغام يشيلونها، الصواريخ يشيلونها من القيعان خاطر اولادنا هذا نطالب كل شيء ما من الحكومه ينظفون الاراضي بس بس هنا الاراضي من الالغام من ال... موت حمي بهن هذا ها الارض بيه موت هذا الغام وصواريخ وكل شيء ما نطالب ولا نريد نريد بس يشيلوا الالغام أحنا محافظة واسط الله بدرة ناحية زرباطية هاي بوقت الحرب يا يعني ثمان سنوات حرب هي كلها هذا قواطعنا قاطع زرباط صارت الغام وصارت صواريخ وهذا القصف ثمان سنوات احنا المتضررين من ناحية معوقين عندنا ناحية الألغام وعندنا شهداء وعندنا جرحى واراضينا من ناحيه المواضيع ومخلفات حربيه من ناحيه الالغام لان ارض مرتفعه والحقول كلها هناك على الحدود ومنتج السيول تجرفها كلها وين؟ باراضينا الزراعيه. من هاي الناحيه احنا كنا متضررين. وناشدنا الدوله والحمد لله والشكر ما حد يسمع ولا حد يجيب. ارض مرتفعه وسيول تجينا. وحقود تارس الارض يعني تارس الحدود كلها وما حد شالها من ناحيه الدوله ما حد شالها بالشتاء بالشتاء من من يصير سيول ماكو امطار قويه تجرف هاي تجرف الالغام وتجيبها لنا باراضينا اراضينا زراعيه مو وسعنا احنا يعني هاي قريه بيت بستان عندنا يعني هسه اشوفهم ثلاث اربعهم معوقين ثلاث ارباعهم هذا ايده هذا رجله وهذا عينه وهذا اشكال ناشدنا الدوله الحمد لله وشكر حتى عكازه ما هاي المعوقين عكازه ما كل شيء ماكو وعندنا هاي قريه الطعان قريه الوالده قريه ورمزيار هاي كلها اراضيها مضرره وهم لا يقدرون يطبون ولا يقدرون هذه من من الالغام كلها الغام واحنا صاحبين حلال وهاي تاثر علينا طبعا يعني هسه تسرح بال بال بالغنم تخاف على نفسك يعني هسه ساعة ساعة يطق عليك لهم. والله هنا هواي هواي يعني شو اقول لك 30 40 واحد هسه حتى هاي السفرات تجي سفرة سياحيه ماكو هم يجون مو وين دلون وهذه الارض بها الغام خطيها هم يطق عليهم وراحوا منهم والله هواي هواي راحوا منهم والله عندنا أنا قريه بيت بستان هذه على الحدود مضره قريه الطعان قريه الغزالي انقلاور مزيار الوالده زرباطية هي يعني هي زرباطي تعتبرها منطقه حدوديه هي زرباطية وقرا حتى بدره حتى بدره حتى بدره بنفس نفس الشيء هم ضررت بالحرب من ناحيه القصف اراضيها كلها صارت مواضع مخلفات عسكريه كل احنا المناطق الحدوديه كلش تذينا والله وكل شيء ما استلمنا الحمد لله وشكرا لا من الدولة السابقة ولا من هذه. هاي بس روح انا اقول لك انتخب وارجع. هي بال... على الحدود بس... على يم الأرغام، هي كلها مزروعة أرغام. ويجيبها السيول يجيبها لنا تجربة السيول. شو نسوي احنا شو شين... احنا دولة؟ احنا شو نسوي؟ احنا يا غافلين لكم والله غصبا علينا صاحبين حلال وعيشتنا على الحلال و... وعلى الزرع. شو نسوي يعني؟ نبطل هاي اللي يروح لو يموت يرجع سالم. الحكومه الناشدة وكل شيء ماكو اي راح تجي شركه وشيلها واي راح تجي وكل شيء ماكو زين اكو اتفاقيات صارت على رفع هذه الارقام؟ والله ماكو بس حكي ماكو نسمع ما يقول اكو على اساس شركه راح تجي مال عتبات ما ادري المن على اساس تجي خلالكم من خلال قناتكم الموقره والمحترمه وهي القناه الوحيده اللي جاي توصلنا توصل القرى يعني هسه احنا هاي من واصلنا ما حد واصلنا قناتكم اجت ووصلت وبارك الله بكم والناشد من خلالكم الناشد الحكومه مجلس النواب يا اهل يسمع صوتنا الا بطلباتنا مو بس بالانتخابات تجونا هسه انتخاباتهم اجت وهسه من هسه اجوا واحنا من هسه نقول يا اللي يجينا لا يجي لان ما حصلنا كل شيء اربع دورات انتخابيه كل شيء ما قبضنا ايه اللي يجي اللي يجي لعد لعد زرباطيه وبدره وجصال لا يجي لان كل شيء ما استلمنا منكم بس الاذيه بس اروح انتخب وارجع اكل سمك احنا حاليا هنا منطقة زرباطية منطقة الزرباطية قبل الحرب العراقية الإيرانية ناحية عامرة بقراها قرية الطعان وقرية ورمزيار وهاي القرى دار ما دار الناحية، من صارت الحرب العراقية الإيرانية المنطقة ضررت المنطقة ضررت المنطقة ارتحلت بيوتها تهدمت، الطعان هسه حاليا متهدمة بيوتها، الناحية نفس الشيء اللي حاضرتكم يشوفونها وأمام كاميرتكم، القرى نفس القرى كلها، بعدين يعني من انتهت الحرب انه بدا شغله الالغام الالغام قامت الماء يجرفها تجي سيول من ايران تجرف الالغام وتجيبها على الاراضي الزراعيه زين وسببت هواي احداث بالنسبه للالغام ضر يعني هاي المناطق اذا تفتر عليها القرى مالتنا الموجوده كلها تضررت جسديه اللي توفى توفى واللي تعوق تعوق انا بالنسبه لي اخوتي اثنينهم زين اخويا والدي بالالغام بالتسعينات وبال2003 اولاد اثنين واحد بال2003 وواحد بال2008 وواحد توفى علي توفى ومحمد حاليا هسه ذرير ما يشوف تم اصاب عن بتر وعيونه ضربت وحاليا ما يشوف وهاي اضرار المنطقه ولا زالت الاضرار مستمره لا زالت موجوده الغام الاضرار مستمره كل سنه اضرار مستمره امطار تجي سيول من ايران تجرف الحقول ويجيبها للمنطقة الزراعية وهذا أبو الغنم والفلاح والمستطرق واللي طالع سفرة يعني قبل ثلاث سنوات قبل ثلاث سنين هنا في هاي المنطقة بالجبل سفرة من الكو جايين مو من المنطقة يعني سفرة جايين فجرت عليهم ألغام وهاي حاليا وضع الناحية ووضع وضع المنطقة ووضعها مو زين يعني اهتمام ماكو بيها من الدولة يعني الدولة هسه احنا مقابلنا ايران نفس اراضيهم بها الغام ايران اجت عمرت وشالت الالغام وزرعت وعدلت اراضيها واحنا اللي عندنا نعاني من شغله الالغام يعني اكثر معاناتنا من شغله الالغام مخلفات الحربيه القذيفه تنشال الموضع تساوى يعني بس لاكت المشكله مشكله الالغام الالغام امكانيه الدوله مو امكانيه شخص ولا ناحيه تقدر تشيلها ولا محافظه امكانيه الدوله الدوله اذا ما تهتم بها ما زين ما له اي اهتمام بها اي مسؤول يجي اي قناه تجي يطرحون عليه اهل الناحيه والمسؤولين وكانوا اعضاء مجلس البلدي والوجهاء مال المنطقه والشيوخ مال المنطقه يطرحون عليهم بس ماكو اهتمام اي نعم نفس الكلمه ان شاء الله واللي يجي يخلي ويروح كل اي اهتمام ماكو زين انت روح هسه اطلع وشوف الاف الاف الدونمات محرمه من قبل من قبل الالغام انا اللي احنا هاي مو قريه مالتي ولا مسقط راسي ولا قاع هنا ابزر طعن قريه الطعان اذا سمعان بها بني لام وموجود شيخ كان ابو فاضل عباس عبد الرسول الله يرحمه وحاليا موجود ابنه الشيخ سعد زين وروح المقاطعه كامله 4000 دونم محرمه كلها بالالغام ما الدوله اي اهتمام ماكو اي اهتمام وبالاخص من ناحيه الالغام يعني اي اهتمام ماكو لها زين 영아 <목소리가>